الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية العمرة في المنام للعزباء للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا خير. الله عز وجل هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية العمرة للعزباء في المنام. عندما ترى الفتاة العزباء بأنها تؤدي مناسك العمرة في المنام، فإن هذه الرؤية تشير إلى أن هذه الفتاة سوف تحيا حياة سعيدة. لو كانت هذه البنت مريضة أو تعاني من أي مشاكل نفسية أو أزمات، فإن العمرة في منامها تشير إلى التخلص والنجاة من تلك المشاكل. العمرة في منام البنت العزباء ترمز إلى الخير الكثير والرزق الوفير الذي سوف تحصل عليه هذه الفتاة في القريب العاجل إن شاء الله. لو كانت هذه الفتاة متأخرة في الزواج ورأت العمرة في منامها، فإن هذه الرؤية تبشر هذه الفتاة باقتراب الزواج والارتباط الرسمي إن شاء الله تعالى. رؤية البنت الغير متزوجة أنها تشرب من ماء زمزم وهي تؤدي إلى مناسك العمرة، يدل على زواجها من شخص ميسور الحال، وسوف تجد السعادة الزوجية مع هذا الرجل إن شاء الله تعالى. يقول بعض مفسرون الأحلام أن العمرة في منام البنت تشير إلى تحقيق الأحلام والأمنيات التي سعت إليها، سواء كانت بشأن الدراسة أو الزواج أو العمل. يرى بعض مفسرون الأحلام أن صاحب الحلم لو كان مريضا جدا في الحياة ورأى العمرة في المنام، فإن هذه الرؤية ربما تدل على اقتراب أجله وأنه سوف يقابل الله سبحانه وتعالى. يرى أن العمرة عندما تظهر في المنام فإنها تدل على الزيادة في المال التي سوف يحصل عليها صاحب الحلم في القريب العاجل. يقول الإمام النابلسي إن العمرة في المنام بوجه عام، سواء كانت للرجل أو المرأة، فهي تشير إلى تحقيق الأمنيات والأحلام. لو كان صاحب الحلم امرأة متزوجة ورأت أنها تؤدي مناسك العمرة وتقوم بتقبيل الحجر الأسود، فإن هذه الرؤية تشير إلى أن هذه المرأة سوف يكون لها شأن كبير في المستقبل، والله أعلم. يقول العالم النابلسي رحمه الله إن رؤية الذهاب للعمرة برفقة الأم تشير إلى رضاء الأم عن صاحب الرؤية، سواء كانت حية أو ميتة، والعلم عند الله عز وجل. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، وسورة الملك كل يوم ليلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.